الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. موضوع اليوم نبوءة تبين طريقة الوحدة بين الجزائر وتونس التي بادرت بها الجزائر وستبدأ من تونس. دائما كانت القيادة تونسية، كانت تونس هي منطلق السياسة البربرية، معناها كانت مركز القيادة، كانت عاصمة البربر في صفيتلة، وكانت عاصمة البربر أورشليم، وكانت عاصمة البربر دائما في ترشيش، سواء كانت في ولاية القصرين أو ولاية تبسة أو ولاية قسنطينة. هذا المثلث الذي فيه القيادة البربرية من الأموريين، الموريين، الفراكسيس، نعم، إلى الدولة الفاطمية، وكل ما بدأت وحدة تبدأ في هذا المثلث. نص النبوءة، البراح البراح في عنابة، وهذا حديث ما يملي مطمور. حلق الديوان في بلعابة، تعلق العلم في الناظور. قلهم يا جماعة النهابة، والله ما تمنعوا تقطعوا سبع بحور. جتكم المذبة والذبابة وجاكم الأمير والعصفور. نبوءة تفصل في مشروع الوحدة الجزائرية التونسية. كلكم تظنون أنه مشروع جزائري، وفجأة يصبح تونسي بكشف الهيكل، فيتحد البربر في يوم واحد. برح البراح في عنابة، هذه بداية تفسير النبوءة. البراح قديما يستعمل لإعلان هام، والإعلان يبدأ من الجزائر، مشروع يحلم به كل بربري، أن تكون أمتنا البربرية واحدة. وهذا حديث ما يملي مطمور، يعني هذا الإعلان لن ينتج عنه شيء. المطمور تستعمل لخزن القمح لوقت الحاجة، وهذا يعني أن المشروع، مشروع الوحدة، ما هو إلا كبقية الأحلام التي وقعت قديما بين أي دولتين وسيفشل. حلق الديوان في بلعابة، تعلق العلم في الناظور. بلعابة ربوة الصفا في القرآن، باب سلام، مقبرة الشهداء من المرسلين والأنبياء والصالحين، وهي أكبر دليل يمكن التأكد من خلاله أن تونس هي الأرض المقدسة. وهذا يعني أن علماء الأطار أو لجنة حكومية للتحقق من قداسة تونس تشكل وتبث وتبت في الأمر بصفة علمية، وحينها مشروع الوحدة يكون تونسي. وهذا الأمر مبين حتى في الأحاديث، عندما زار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوم من لواتة، فقال لهم تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تغزون فارس فيفتحه الله، ثم تغزون الروم فيفتحه الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. هذا الأمر لن يكون بوحدة جزائرية تونسية، لا، بل سيكون بأمر الله، بظهور الهيكل، بكشف الهيكل، وبقيادة الإمام المهدي. عمران بيت المقدس، ما معنى عمران بيت المقدس؟ هو آثار بيت المقدس. عندما نجد، يجد علماء الآثار، وقد وجدناه، أن ننتظر الآن سواء التحقق، ننتظر هذا الأمر من الدولة ومن علماء الآثار. عمران بيت المقدس، خراب يثرب. عند ظهور الهيكل في تونس تبدأ الحرب في الشرق الأوسط، وتخرب فيها السعودية وفلسطين. وخراب يثرب خروج الملحمة، والملحمة هنا هو التحام الشعب، الوحدة، وليس كما يفسرونها الضرب والقتل وما أشبه لذلك. الملحمة هي التحام الجيوش البربرية والشعوب البربرية أمة واحدة.
وقد تنبأ الكتاب المقدس على هذه الربوة فقال إنها ستصبح حجر الزاوية وتظهر فيها كرامة لتخبر بإحياء مجد الأرض المقدسة وإحياء أيام الله فيها. سفر حزقيال، سفر المزامير 118. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي اكتنفوني باسم الرب أبيدهم. القدس تقول هذا، أحاطوا بنا وسرقوا تاريخنا، سرقوا كل مقدساتنا ونسبوا أبناءنا المرسلين إليهم زورا وبهتانا. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دحرتني دحورا لأسقط، أما الرب فعددني. قوتي وترنم الرب قد صار لي خلاصا، صوت ترنم وخلاص في خيام الصديقين. يمين الرب صانعة ببأس، يمين الرب مرتفعة، يمين الرب صانعة ببأس. لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب، تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لن يسلمني. افتح لي الأبواب البر، ادخل فيها وأحمد الرب. هذا الباب للرب الصديقيون يدخلون فيه. أحمدك لأنك استجبت لي وصرت لي خلاصا. احمد الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، كما تنبأ النبي زكريا عليه الصلاة والسلام أيضا على مكانها، على أنها الزيتون المباركة بين المشرق والمغرب، كما مثل ما جاء في القرآن: إذ سيظهر الهيكل وسيحج إليه البربر إليه وهو مجرد إلى مجرد أساساته. العمران مجرد ظهور هذا العمران سيحج إليه البربر. سفر المزامير 137. على أنهار بابل هناك جلسنا. بابل هي الشرق الأوسط، السعودية والشام والعراق، هذه هي بابل وما معهم تركيا. على أنهار بابل هناك جلسنا، عندما أسر التوني البربر إلى العراق وهدم نبوخذ نصر الهيكل في القصرين تونس، وثاروا عليه البربر فأخذوهم إلى العراق. لأنه هناك سألنا الذين سبوا كلام ترنيمة، الذين سبونا كلام ترنيمة سألونا أن نقدم لهم ترنيمة من ترنيمات القدس. ومعذبون سألونا فرحا قائلين رنموا لنا من ترنيمة صهيون جبل قاف. كيف ترنم ترنيمة الرب في أرض غريبة؟ إن نسيتك يا أورشليم تنسى يميني، ليلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أفضل أورشليم على أعظم فرحي. أذكر يا ربي لبني أدوم يوم أورشليم القائلين هدوا هدوا حتى إلى أساساتها. يا بنت بابل المخربة طوبى لمن يجازيك جزاء الذي جازيتنا. هنا يتبين لنا بكل دقة أن وحدة البربر لن تكون إلا بكشف الهيكل، وكشف الهيكل في تونس. وهنا نعلم أن مشروع الوحدة هو مشروع تونسي، هو مشروع أممي، مشروع عالمي، مشروع إسلامي، مشروع لوحدة البشرية، كل البشرية، لأن الخلافة العالمية ستنزل في الأرض المقدسة، ليس الخلافات التي يتمنونها، الخلافات الإرهابية، بل خلافة عالمية تجمع اليهودي والمسيحي والمسلم بحج واحد أسسه القرآن، الذي تركوه وراءهم وراء أظهرهم كأنه لم ينزل أصلا من السماء، والآن فقط ظهر تأويله وظهر الحق الذي أنزله الله من أجله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.